السلام عليكم. اخوان اخذوها مني باكر الساعة بالخمسة تقطع جميع الطرق وطريق مطار بغداد واعتقال الكاظمي وخربانة السالفة 100%، وباكر الساعة بالخمسة ينتهي كل شيء بالعراق. وهاي الرسائل جتني من مصادر مضبوطة، وجهاز المخابرات دخل انذار جيم وحايرين شلون يطلعون الكاظمي خارج العراق. الجماعة فروا على اعتقاله واعتقال مستشاري ومن معاه. حاليا منطقة الصالحية اخذها الحشد الشعبي. الرحمن الرحيم. من اللواء ابراهيم حمد الخفاجي المنسوب الى وزارة الدفاع والساكن في قضاء الكوفة المقدسة، نؤيد ونساند ثورة الاصلاح العظيمة على يد السيد القائد عزه الله في كل خطواته ضد الفساد والمفسدين في هذا الشهر الحرام. ونضرب مثلا واحدا، عندما كنت مع قائد شرطة النجف وكالة في 2004 صدرت لنا أوامر من جهات عليا أجنبية وعراقية بضرب المظاهرة، ولكن أبينا أن نطيع لهذه الأوامر، لذلك صدرنا عدم ضرب المظاهرة، لذلك أقصينا وطردنا من وزارة الداخلية، ولكن الله ينظر لعباده ورجعنا لوزارة الداخلية وجود الطيبين والمخلصين. نحن ضباط أكفاء ومخلصين ووطنيين نقف مع السيد القائد في ثورته العظيمة من أجل عراق قويا غير تبعية. وشكرا.